شكرا معلقنا كابتن احمد مناع. اذا انتهت المباراه بفوز اويلرز 82-81 على النادي الاهلي، ده جيم فور لينا، ولكن ما زال النادي الاهلي متصدر المجموعه. عندنا مباراتين جايين لابد نكسبهم، عندنا بعد بكره ان شاء الله اهلي بنغازي، ثم في الاخر مباراه بنجاي، لازم نفوز في مباراتين عشان نتاهل اول، حتى نتجنب ان احنا نلعب في دور الثمانيه في رواندا مع فرقه من الفرق التصنيف الاول. مهم جدا المباراتين القادمين ان شاء الله لو كسبناهم كان شيئا لم يكن. برحب بضيوف للمره الثالثه، كابتن محمد سلعاوي منورنا يا كابتن. الله يخليك كابتن عايز. كابتن طاهر رجب منورنا، ويعني المره الثالثه ان شاء الله. هارد لك كابتن سلعاوي. النهارده الثالث والرابع نفس اداء الاول والثاني كوبي بيست، يعني برضو هم راكبين واحنا بنحصلهم، بعد كده ركبنا شويه فرق 8 9 بونت و10 بونت. ايه اللي حصل؟ هارد لك طبعا النادي الاهلي، ومبروك للفريق الاوغندي. فريق الاوغندي فريق كعمر سن صغير، بيجري اسرع اقوى، بيلم بيعمل ترايب مره واثنين وثلاثه. لكن انا اتكلم عن النادي، احنا لن نقصوا على اللعيبه، لكن عايز اقوله ان احنا ما زلنا الاول. نعم. لكن اعتقد النهارده ما كانش فيه احترام كامل او فرض اسلوب لعب كما عودنا النادي الاهلي على الفرق المنافسه. المفروض ده اسهل مباراه، احنا فزنا عليهم في الروت الاول او الراوند الاول، انا اسف، فزنا حوالي 23 نقطه فرق. نعم. وعايز اقول كمان ان اعتقد يعني ان مكسب المباراه الاولانيه زائد مفاجاه المباراه اللي كانت قبل، لكن اعتقد المفاجاتين دول صعبوا المجموعه شويه. نعم. واصبحت ال بس الاهلي بنغازي خسر النهارده. احنا ما رضيناش بالهديه، يعني أيوة. زي ما بيقولوا ايه، جات لك هديه بس انت قلت لا والله انا ايه لا هاخر يعني الهديه بتاعتي دي هخليها بعد الماتشين الجايين. بس النهارده النادي الاهلي ان شاء الله يعني قادر الماتشين الجايين ويكسب، قادر ان شاء الله نكسب ونبقى اول مجموعه وكل حاجه. لكن اللي انا عايز اقوله ان المباراه دي تعتبر درس شويه، او قد تفوق يعني في مثل بيقول ان الخساره الغير مؤثره مكسب للفريق. نعم يا كابتن انا اتفق معك. ف ان شاء الله المباراه دي تكون في طي النسيان. يلمم الكابتن جوستي بوش طبعا، حط ايده على مفاتيح القوه ومفاتيح المكسب والخساره. وعايز اقول كمان ان في اكتر من لاعب النهارده، كان باتريك ظهر بمستوى جيد جدا، باتريك اللي عمل الفرق في عمل الفرق في وقت صراحة. من الاوقات وهاب امين نجح انه وهاب امين نجح في بعض الاوقات. لكن الفرقة بصفة عامة النهاردة لم تؤدي ما هو مطلوب كما عودتنا.